السلام عليكم. سأقوم اليوم بجمع مجموعة من النباتات في صيص واحد تسمى طريقة الكوكتيل، حيث نضع عدة أنواع مع بعضها في صيص واحد تعطينا شكل رائع، شكل متنوع يسمى الكوكتيل. طبعا نأخذ كل الأنواع متشابهة في احتياجاتها مع بعضها لكي تكون النتيجة رائعة. أنواع التي تحب مثلا الظل أو المناطق المظللة نضعها دائما مع بعضها البعض في صيص واحد، والأنواع التي هي محبة للشمس طبعا نضعها في مع بعضها حتى يكون الصيص في منطقة واحدة ولا تتأثر نوع بالشمس ونوع يتأثر لا يتأثر، يكون لهم نفس الاحتياجات. طبعا كل صيص يكون حجمه بحجم النبتة، إذا كانت النباتات صغيرة نأتي لها بهذا النوع، مثلا هذا صيص صغير، وإذا كان حجم متوسط نأتي طبعا نعمل لها صيص أكبر نوعا ما مثل هذا. هذا نقل النباتات متوسطة الحجم، هذا الشكل. وإذا كانت نباتات كبيرة نوعا ما نأتي لها بهذا الشكل، حجم كبير طبعا نملأه بالتربة مثل هذا الحجم، نضع فيه مجموعة كبيرة من النباتات ونضع كل مجموعة واحتياجاتها كما قلت سابقا. إذا كانت عصريات نضع العصريات كلها مع بعض، إذا كانت نباتات محبة للظل نضعها مع بعض، وإذا كانت نباتات عادية نستطيع وضعها في الشمس للشمس الغير مباشرة، الأشعة الشمس غير مباشرة نضعها مع بعضها ونعمل كوكتيل رائع في كل صيص. طبعا سأخذ الصيص الصغير أولا، نأتي بشتلات صغيرة هذا الصيص، هذا حجمه صغير ونضع فيه شتلات صغيرة. طبعا وضعت فيه كمية من التربة والباقي سنضع فيه الشتلات. مثلا نأخذ العصريات، إذن العصريات نضعها كلها مع بعض لأننا نستطيع أن نضعها في مكان معرض لأشعة شمس غير مباشرة في الصيف طبعا وفي الشتاء وفي باقي الفصول، فالعصريات تتحمل جميع الظروف. هذه نوع من العصريات نقوم بنقلها إلى هذا الصيص، عملية النقل معروفة. طبعا هي صغيرة نأخذها بهذا الشكل، ونضعها هنا ونأتي بنوع آخر مثل كالانشو هذا أو هذا أيضا، هذا أيضا كالانشو، ونقوم بنقله هكذا. أيضا نأخذ عصرية أخرى، هذه الأصابع ونضع أيضا بجانب أخرى، نعمل عملية تناسق للأشكال نباتات هكذا. هذا كالانشو، أضيف كالانشو آخر أيضا، طبعا ها هو آخر، وضعه في هذا المكان بالتناسق هذا الشكل.
هذه مجموعة كوكتيل للعصريات مع بعضها البعض. أضيف أيضا هذا دمعة الطفل. نضعه في هذه الجهة. طبعا سأضيف بعض التربة فيما بعد. هكذا. سأضيف أيضا بصرية أخرى. إذا لم تتوفر عندي شتلة عصرية أخرى سأختار عقلة أيضا لأنها تنمو بسهولة العصريات. سأختار عقلة دموع الطفل أيضا أخرى. طبعا لم تكن بالتربة إنما أخذتها من نبات الأم. سأضعها هنا ويتنمو بسرعة بسهولة. وأعمل تناسق أيضا في هذا المكان. هكذا أدخلها في التربة. هذه كلها عصريات. أما النباتات الكبيرة الأخرى الأنواع الأخرى توضع مع بعض. هذه عصريات تتحمل نفس الظروف. نعملها مع بعضها البعض بهذا الشكل. وسأختار أيضا هنا عصرية أخرى. أحاول نزعها من هنا. طبعا مع التربة. هذه العصرية الأخرى. ونضعها بهذا الشكل. ونحاول إدخالهم جيدا في التربة. ونعمل شكل كوكتيل لجميع العصريات هذه. طبعا ما زال عندنا عصارية أخرى. سأبحث عن عصارية أخرى. كراسولا الطحلوبية. نحاول أن نوزعها أيضا هذا الشكل. هذه كراسولا طحلوبية. نملأ بها الصيص. ها هي هذه طحلوبية. هكذا نحاول وضعها في كل مكان. ها هي هي الكراسولا او اي عصرية تنمو بسهولة. طبعا ها هي نضعها هنا هكذا. هذه قطرة ندى سأضعها في الأمام لأنها تأتي متدلية هذه بتربتها. طبعا سأعملها هنا في الوسط في الجهة الأمامية تعطي نظرة جميلة. وأحاول إدخال الباقي في التربة جيدا. سأضيف لهم بعض التربة فيما بعد. هذه كلها عصريات. في الأخير نحصل على هذا الكوكتيل الرائع من العصريات مجموعة مع بعضها البعض. لها نفس الاحتياجات. طبعا
طبعا بعد أن تنمو بشكل أفضل تكون في باقة رائعة، في مجموعة رائعة مع بعضها البعض. جلد النمر والكرسولة الطحلبية ستملأ كل الحوض أو الصيص هذا، طبعا فك التمساح ودموع الطفل، ويكون شكلها رائع. هذا هو شكل الكوكتيل في الأخير، كوكتيل من العصريات، شكل رائع.